هلا، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون يوم في حياتي. من ضمن هذا الفيديو اوكي سو هذا هو بروتين، هو يعني كلش مفيد وطعمه يلعب النفس يا جماعة، طعمه ابدا مو طيب. هذا بالتوت اتوقع، واكو واحد ثاني يكون لونه اخضر يعني بدون اي نكهة، فهذا شوية ممكن ينبلع، الثاني ابدا يعني مستحيل. اوكي سو اللي راح يصير هسه هو انه انا راح اطلع اروح اتمشى على البحيرة، الجو كلش حلو اليوم، وهسه تقريبا ساعة بحياتي كلها ما لبس ساعة، ما عندي فكرة ليش سويت هسه ساعة. Thank you.